السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فرجيكم من قناة جيمر سامي هجمة بعنوان نهب زي اللهب. شوفوا الموارد، شوفوا كيف العمالقة نزلوا. العملاق شعره أصلع، شوفوا الهجمة. طبعا نزلت العمالقة من هجا وحطيت لهم سبل القفز وعشر حتى يفوت الملك ليفل 30 اللي ضليت عم بشتغل وطوره سنين وسنين. شوفوا التقدم، شوفوا الوزرد يضرب على المخزن يتفجر. شوف الأعشار، شوف القرية، أحلى منظر هو الإنفو لما تكون مطفية. راح الطاري، بالله عليكم شوفوا قوة الملك ليفل 30. شوف جبار ما شاء الله. شوفوا هون مع ريج سبيل صار الملك خارق حارق متفجر. والملك بيدخل لهون معه عمالقة، بس انا بشايف انه الدفاعات عم تضرب على الملك اكتر من العمالقة. في هوني كم ارشار يا اخي، لما تلاقي هيك موارد وهيك قرية النفسية تتغير. شوفوا شو رأيكم. بهذا المخزن بس شوف الرقد عليه. اوه اختار. طبعا الحصول على مجوهرات مجانية، حمل التطبيق في وصف الفيديو وشاركه مع أصدقائك وشكرا.